ودلوقتي بقى جه ميعادنا مع الاخبار اللطيفه والخفيفه اللي بتحصل بره مصر على السوشيال ميديا. خلينا نشوف كده ايه اللي حصل بره. في سيده روسيه نشرت فيديو على صفحتها لتجديد نشاط بركان ايبكو في شمال كوريل، وبعد السيده ما نشرت الفيديو كتبت عليه: اللي ما شافش ثوران البركان في الصيف الماضي لسه عنده فرصه يشوفه دلوقتي. طبعا بعد ما نشرت الفيديو المتابعين عبروا وعربوا عن تقديرهم لجمال المشهد، خاصه ان ثوران البركان كان في وسط التلج زي ما حضراتكم شايفينه دلوقتي. هي بتقول اللي ما لحقش يشوفه في الصيف يشوفه دلوقتي لايف. هي مصوره الصوره، تحس ان هو يعني فكره فواهه البركان مطلعه الدخان بتاعه ده، تحس ان هو جليد في السماء. يعني بجد سبحانه، يعني المبدع. بالنسبه لي من الحاجات المرعبه اللي انا ما احبش ابقى بصورها او قريبه منها. الصوره نفسها تحس ان هو يعني سبحان الله فعلا. طبعا يعني. سبحان الله. طيب تعالوا نروح من روسيا لكينيا في افريقيا. هناك في سيده في منطقه الوادي المتصدع الريفيه، دي عمرها 99 سنه. السيده دي قررت ان هي تدخل المدرسه وتكمل تعليمها مره تانية علشان نفسها تدخل كليه الطب. 99 سنه وتدخل الطب. والغريب بقى ان السيده دي قررت تروح المدرسه كل يوم وتقعد في الدكه مع الطلاب البنات اللي اصغر منها ب 80 سنه. شايفه الصوره؟ تحس ما فيش فرق كبير، 80 سنه بس. بس حلو. بس حلو الامل، يعني فكره التمسك بالامل في حد ذاته. يعني انا شايف دي يعني بجد بسم الله ما شاء الله. يعني فكره اللي هي 90 سنه ربنا يديها يعني طوله العمر ويبارك في عمرها يا رب، لكن عندها امل. طيب. عاوزه تبقى دكتوره او طبيبه وتدخل كليه الطب وما عندهاش اي مشكله، مش شايفه ان العمر ممكن يكون حاجز او عائق. يعني دي من اجمل الحاجات اللي انا شفتها بقالي كتير قوي. يعني صحيح النوع ده من الامل يعني كلنا محتاجينه في حياتنا، فنتمنى لها اكيد كل التوفيق. في كمان بقى مقطع كده مؤثر واستثنائي، وفي الحقيقه هو انتشر بشكل كبير قوي على السوشيال ميديا في الفتره اللي فاتت، لطفل رضيع اصم قدر ان هو يسمع صوت مامته للمره الاولى بعد ما ركب سماعات في ودانه. وظهر الطفل الرضيع وهو بيبتسم ببراءه وحب وسعاده تجاه مامته. خلونا نشوف دلوقتي. Is it on? Yeah, and now. Can you hear? What do you think? Huh? What do you think? يعني ما فيش احسن من بعد المشهد ده اللي احنا نطلع فاصل ونرجع ونكمل معاكم الكلام في صباح الخير يا مصر.